يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي ابن في السابعة من عمره وأحب أن أربيه تربية إسلامية حسنة، ولكن يا فضيلة الشيخ يطلب مني بعض الألعاب كبلاستيشن السوني، يقول كالبلاستيشن ألعاب السوني، ألعاب كمبيوتر. ما أعرف هذا وش معنى ألعاب كمبيوتر، ترجمه. ألعاب كمبيوتر، ألعاب كمبيوتر فيها شيء محذور، فيها بعضها فيها صور نساء وبعضها صور، لا صور ما يجوز، بعضها فيها كورة وبعضها اللي فيها صور ما تجوز. نعم، دور الألعاب ما فيها صور. نعم.